فاكر انه هيبان لاي مانجر انا حسيت بالموضوع. انا عطيني وزن دي ما يا ماما ما يسرقيش يعني اقعد انا بس ايه كمية الاتش اللي انت بتقوليها دي؟ ما تنرفزنيش بجد بعاني عراقي واردني ما عجبك حبيبي ليش يعني بس بتاعت شيكم الحلو؟ المصريين اسمعوا استني استني كمان خلي 80 مليون يتلموا عليكي ارقدوكي كده ما بقاش باقي منك اي حاجة. مالك انت يا اخي؟ اتفضلي. عامل ايه؟ انت شخص في المصري اتعادت مني انت شخص في المصري على الاقل ميديا بس انا احب الاستاذ كاظم عشان كده مش هنتكلم معاه ممكن اجرب الطاقيه دي خلق مارك هاي بذمتك مش انا طاقيه بطوط والله ضربك بطوط قاعد معانا الاستاذ بطوط ايه شعورك بعد النطه؟ بعد النطه ايه احساسك؟ انا جاي بس بص والله اخش اجيب جوز مخبات وافعصك اخليك جوز تدوري يعني تعبان 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 شميكو تاجو شيكو ساكتك على اللمبور والله يا رحمة عبد مخدة وهعشقها كده خلاص تطلع من رجلي كده ده تمرين جديد تمرين طمعين الرن رن رن نهار اسود سكت الجميع ثم تكلم الزفت عن السلعاوي هتنزلني يا اخي حسها برجلك سكت الجميع ثم تكلم الضفدع الحيوان الحصان الزرافه المعزه ثم قال شكلي عامل ضفدع اوه ضفدع ضفدع ومعانا النهارده ضفدع مش ضفدع هنشوف مين جاي على الدور سكت الجميع ثم تكلم الضفدع سلاوي ثم قال هي حولها ومعانا تاني ضفدع اكيد انا ضفدع التاني ضفدع التاني شو شعورك منك ضفدع؟ صحيح يا الاك ضفدع يا محمد يلا بعد واحدة بعد لا شوفي هاي الحركة عشان تروح يلا شوفني انت ضفدع بالاكاديمية يا الله ابشعك مش معقول